السلام عليكم، وياكم رشا من مطبخ رشا. اليوم سويت الفطور يخني الدجاج، كلش طيب على طريقتي، اتمنى ان شاء الله يعجبكم. وطبعا ويا اللبن اربيلي الحامض، وسويت بالاضافه الى طبق الحلو اللي هو الكاستر. اتمنى ان شاء الله وصفتي تعجبكم. طبعا هذه الوصفه هي اكثر اليهنية يجب من دول المغرب، يعني اللي يسوونها الاغلبيه دول المغرب والجزائر وتونس، لكن اني سويتها على طريقتي اني، طريقة توالم كل البيوت، خاصة احنا بيوت عراقية من جازف بالاطباق الجديدة. جربوا وادعوا له طعمه كلش طيب يطلع. اتمنى قبل ما نبدأ بالفيديو اللي ما مشترك بالقناة ينورني ويشترك بالقناة ويفعل الجرس حتى توصل لك كل فيديوهاتي، ولايك للفيديو اذا عجبكم. اول ما ابدي اسلق الدجاج، بس قبل ما اسلقه اوقف يمه لحد ما يفور فورة واحدة تطلع الزفارة على الوجه، اشيلها كلها لانها اذا بقت الزفارة تنطي طعم ما طيب. طبعا اضيف المطيبات اللي هي ورق غار وهيل ونوم وبصرة، اضيفهم عليها. وعندي بهارات قدر وشوية فلفل وشوية كركم، اضيفهم عليها واتركها تقريبا 40 الى 45 دقيقة تعيش حياتها. بالنسبة للخلطة اللي حلوث بها الدجاج بعد ما ينسلق، عندي حزمة كرفس، يعني باقة واحدة كاملة، وعدي تقريبا 3 الى 4 ملاعق اكل من اللبن الروبة. وعندي تقريبا 4 ملاعق اكل من الزيت، وملعقة اكل ملح، وملعقة اكل بهارات السبعة، واذا ماكو بهارات قدر عادي مو مشكلة. واكيد الفلفل ما ننساه. واني هنا اللي يخلي اليخني طيب هو الثوم، ناضفة تقريبا 8 الى 10 سن من الثوم، يطلع طعمه كلش طيب. انا مو من النوع اللي احب الثوم نهائيا، ولا تشوفوني اعتقد بوصفاتي مو هو اضيفه، لكن بهذا اليخني يطلع طعمه كلش طيب. هنا ضفت الفلفل الاحمر الحار، تحبون تضيفوه اختياري يرجع لكم، احنا بالنسبة لنا نحب الاكل الحار، فهنا ضفت شوية كمية حلوة حتى تصير الوصفة شوي حارة. واكيد ما ننسى الكركم بكمية وفيرة شوية حلوة، لان اريد شوي اللون يصير اصفر. هنا ضفتها واخلطها بشكل جيد، وابدي الوث الدجاج. طبعا هذا الدجاج بعد ما انسلق اكيد بقى سوب من الدجاج، هذا السوب اعزله ولان راح استخدمه ارجع مرة ثانية. نفس القدر فرغت من عنده السوب بدون ولا قطرة زيت، ابدي اضيف قطع الدجاج، اخليهم فقط شوية يشوحون مو هواية. طبعا هنا اضفتهم وانتظرهم شوية يتغير، مو يتغير لونهم وانما ياخذون تشويحة خفيفة. هذه هنا بعد ما قلبتهم، وطبعا ابدي اشيلهم على جهة. اني مسوية بصل جوليان وبتيتا قطع تقريبا مثل الاقلام لكن شوية حجم كبير اللي هو هذا الشكل. طبعا احمسهم بنفس اللي بقى من داخل القدر اللي قليت به الدجاج، قطع الدجاج. وعندي بقت شوية من الخلطة اللي لوثت بها الدجاج اضيفها الها وابقى احمس بهم. اريد البصل شوية يذبل، لان البصل اذا كان ظاهر طعم مالته، العفو القرمشة مالته، يعني يصير شكلها مطيب او طعمها العفو مطيب، فحبة ذا شوية تبقون تقلبون بها على مود يذبل البصل. اضيف تقريبا ربع ليمونة، ربع اعصرها عليهم واخليها لحد ما يذبل البصل وارجع.
بعد ما تغير شوية لون بصل أو ذبل، عندي معلبة حمص غسلتها من المواد الحافظة وأضيفها وياه، وأبدأ أقلب أحمصها سوية. عندي السوب اللي تركته على جنب اللي زايد عندي، إذا زاد عندكم قليل تقدرون تضيفوه، وإذا تضيفون وياه مي. أنا بالنسبة لي أحب أعتمد بس على السوب مال الدجاج. ناظفته وأشيل النوم بصرا لأن ما أريدها تطغى علي. شوف بعد ما فار فورتين تقريبا أبدي أضيف الدجاج اللي أنا شوحته وأخليه على راحته، أقلل النار وأتركه تقريبا 30 دقيقة لحد ما يتهدر على راحته، وتكون شوية الصلصة ثخينة شوية اللي داخل اللحم. طبعا هنا بدت جهزت على جهة وتركتها اليخن. ابدي بالكاستر، ضفت مي وهيل وحليب باودر، انا استخدم دائما. بالنسبة اذا تحبون ايش قد القياس بالاصل، مثلا كل 3 كواب مي تضيفون وياها حليب الباودر، عامل يصير يعني مقياس واحد، كل 3 كوب حليب إلى تقريبا 4.5 من مسحوق الكاستر. أوكي، يعني كل غلاس واحد أو العفو كوب واحد أو غلاس واحد يحتاج لملعقة ونص من مسحوق الكاستر. طبعا أنا هنا ما سويت الكاستر اللي هو ثخين، لا، نفس المهلبية اللي يسموها، يعني كأنما تنشر بشرب. طبعا قبل ما يسخن أو يفور أشيل قسم من عنده شوية على مود أضيف الكاستر للي عزلته على جنب وأخلطه حتى من أضيفه ما يتكتل، ما يصير كتل داخل الكاستر. هنا أضفت الكاستر هو اللي أخذته شوية، أخلطه زين حتى ما يسبب لي مشكلة التكتل. هنا أضفته وأبدأ أخلط بيه. طبعا هنا يعني تقريبا صار ساخن شوية وضفت عليه، أبقى أحرك بيه لحد ما توصل للسخن اللي تردو أنتو. أنا بالنسبة إن أهلي يحبوه يكون مثل المهلبية، يعني خفيف مو كلش ثخين. طبعا انتبهوا عليه وتقليبه شوية مستمر، لأنه بس في حالة تتركوا تجون تلقون كلها كتل. وهذا تقريبا الكاستر وصل لهذا الثخن اللي أنا أريده. تحبون أكثر زيدوا الملعق الأكل اللي تستخدموها لمسحوق الكاستر، أنا بالنسبة لي هذا كلش كافي الثخن اللي وصلت له. طبعا أضيفه بمواعين تقديم وأتركه يبرد. أبدأ باللبن، طبعا هنا عندي عندكم أي لبن موجود، بس هو أنا هنا استخدمت اللبن أربيل. وأضيف ملعقة أكل تقريبا ملح، وأضيف المي البارد، أضيف شوي قليل على مود السخن اللي تردوه أنتوا تتحكمون به. هاي هنا أخلطه بشكل جيد. وكل مكان شوية سخين وحامض يكون أطيب. طبعا هذه هور الكواليس صارت لي هوسة بس فدوة. طبعا هذا البخار مالت اليخني دا تفور، لأن أنا بين ما تفور اليخني كملت الكاستر وكملت اللبن. طبعا هنا ضفته، وطبعا ويا التصوير راح لان كان يسجل وطلع ما يسجل. ضفت تقريبا عصير نص ليمونه ويا اللبن وخلطته، واكيد من هسه شرائح الليمون. طبعا هذه اليوم مصواتنا اللي سويناها الاول يوم من شهر رمضان. يا رب ان شاء الله اليخني تعجبكم وتجربوها، وراح تدعوا لي على الطعم لان كلش طيبه.
أتمنى اللي ما مشترك بالقناة يشترك وياي ويفعل الجرس حتى توصل لكل ما هو جديد، ولايك للفيديو إذا عجبكم. مع السلامة.